بيت ديكسون، وراي بقعد شملان، شملان بن علي بن سيف الرومي، بيت ديكسون حق جاسم بن محمد علي العصفور. راح ادخلكم على التعريف. هذه غرفة النوم حق أم سعود. أم سعود بالثوب، أم سعود في الصحراء، وكانت صديقتها القريبة اسمها عمشة. هذه مراية أم سعود، ومعاها هني السيد المرحوم يوسف الشملان عام 74. هذه منظرة أم سعود. مرايتي يا مرايتي، غرفة تبديل الملابس. هني مع السيد سيف الشملان مرضى الفيلي. هذا فراش أم سعود. وايد كان يقعدون في البطن. سعود يا جماعة ماخذه وسام سيدة الإمبراطورية البريطانية، وهذا الوسام مالها. ديكسون برحلة جانس مع الشيخ أحمد اليافر. شوف في شغلات هني بعد حلوة. شوفوا أنتوا الروح اللي كانت الموجودة شلون كانوا عايشينها. هذا المقصد يعني. هني سنة 57 نعم. شوف الأزياء الجميلة، اللبس الحلو. سعود عالمة نبات طبعا وتاريخ، وتربي مثل ما قلنا دجاج وديج الرومي في مكان صورناه تحت، تعتني بنفسها. أم سعود عندها بنتها زهرة كتبت كتاب الكويت وجاراتها، وعندها ولدها سعود، تأثرت حيل في بيئة الكويت. أم سعود سمت ولدها سعود وبنتها زهرة. ديكسون ربطت علاقات كبيرة جدا مع البحرين، مع لبنان، مع الأردن، مع الكويت، مع العراق. انولد في لبنان واشتغل فترة طويلة في العراق ويا الكويت. هارولد ديكسون شخصية لها أثر في الكويت. هذه صورة حق أم سعود، وراها نقعد الشملان مبينة. هني صورة مع زوجة ولدها باتريشيا، تحب جنتها. إيه. وهني كانت صغيرة بعدها ب 27 بالعراق الحلة. أم سعود كانت تربطها علاقات كبيرة في نساء. شوفي سفرتها قبل البحرين 57، شخصية كبيرة أم سعود. هني مكان الغداء مال أم سعود، طباخها محمد 85. أم سعود مهتمة جدا بالدلال، مرشات، مباخر. خلونا ندخل الحين مكتبة أم سعود. مكتب أم سعود، وفي مكتبتها أم سعود المكتبة الخاصة. بوريكم شيء وايد حلو. شوفوا الطاولة هذه، وايد لحقوا عليها من جيل الطيبين. شوفوها ولونها والمعدن هذا، تذكرونه؟ احنا ما احنا لامسين وايد شوية. الشيء الجميل الكرسي هذا أكيد تذكرونه، وايد يتذكرونه. ما شاء الله لحد الحين قوي. أيضا هني مرشات أم سعود. المبخر هذا عندي نفسه. هذا التليفون. ألو منو؟ غرفة تبديل الملابس فيها صور وايد حلوة، حساف الواحد يطوفها. مع الشيخ عبد الله اليابر، هذا شيء أصلي. مع الشيخ عبد الله اليابر. أيضا هني كانت علاقة قوية بينهم جدا، بيت ديكسون. مثل ما قلت لكم، عائلة ديكسون سكنت هذا البيت، بيت العصفور، من عام 1929 إلى 1990. هذا حوشها شوية هني، إذا واحد متين نفسي لازم ما ينزل منحدر. الشيء الجميل هني المنحدر نازل لي تحت، واللي هني نازل لي تحت، وهناك نازل تحت، كله يصب يروح لي صوب سيارة ديكسون وعلى البحر على طول. طبعا هذا كان دفان. هذا سيارة ديكسون. هذا نقعد الشملان هني. هذه سيارتي، ماكم شغل فيها. مكان جميل شايفينه، يودي فوق. هذا هنا شايف طريقة الباب. أحلى شيء نختم فيه علم ديرتنا. أم سعود عاشقة للكويت، توفت في عام 91. صارت الأزمة وهي في الكويت في مستشفى الأحمدي آنذاك، وما كانت تدري شنو الموضوع. ودوها، حتى هي ما كانت تدري ليش ودوها بريطانيا. لا تنسون شغلات وايد حلوة، نقعد الشملان، بيت العصفور، وبيت ديكسون، أم سعود السافر، تحس إنك ترجع مرة ثانية كبيرة. بلادنا حلوة، الوطن ماله مثير، لونا بعدنا شوق يرجعنا. لا تنسون المهم تزوروا المكان وعمار الكويت.